السلام عليكم. سنقرأ القصة التاسعة بإذن الله تعالى. هي هذه القصة العشر المبشرين بالجنة، طلحة بن عبيد الله. بسم الله. وصلت القافلة إلى الشام، وهبط التجار ليبيعوا ما معهم من بضائع ويشتروا بضائع جديدة، واندفع الشاب في مقتبل العمر إلى السوق ببيع واشتري، وفجأة سمع الشاب صوت ينادي أهل التجار: هل منكم أحد من مكة؟ انظر الشاب إلى رجل كان يشتري منه وسأله: من الرجل الذي ينادي؟ أجاب قائلا: إنه الراهبي بعيد. قال الشاب بصوت على الراهبي: أنا وذهب إلى الراهب الذي سأل. أنت؟ أجاب الشاب طلحة بن عبيد الله: سأل أجاب الشاب في الهاء: هل ظهر سطح من أجاب الرب النبي إنه سيطهر في مكة هذه الأيام؟ هذا طالح قال: ألم أسمع شيئا من هذا؟ قال الراهبي وهو ينظر إلى المستقبل: ظهر بيرما ظهر بعد حراية مع القافلة. عاد القافلة إلى مكة والراهبي طلحة في السوق، وكان يتساءل في أعماقه: هل تحقق ما قاله الراهبي؟ وفي الطريق أبصر طلحة صديقه قال: الزبير أجل، لقد عرفت تأويل أبي بكر وجئت أخبرك. قال الصم: معكم والسهر طالحة والزبير إلى أبي بكر ووجد معه عثمان بن عفان وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وأتجره الجامع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينمو الإسلام، وهو كان طاهر أو رجل يسلم من قبيل تم. عندما علمت أمه بإسلامه ذهبت إلى نفل بن خويد وطالبت منه أن يعذب به حتى يعود إلى دين آبائه. شد النفل
يدي طلحة إلى أعناقه وأمر الرجل بجاره إلى الجبل وهم يطيبون بأعناقهم وقد في إصرار والله لن أعود به الكفر للكفر والضلال أبدا. واستمر نوفل في تعذيبه، ولكن الإيمان طلحة كان يزود يوما بعد يوم حتى يأس منه الأطلق سراحه وكفى عن تعذيبه. وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه الدين ويجده في سبيل الإسلام إلى تجار الناجح. نامت تاج طلحة وكثر ماله، وكان ينفق منه في سبيل الله، وفقد شيئا عن المسلمين، وفي طريق سبب أذى قريش أهل لهم تعذيبهم الضعفاء، فأخذ نصف ماله وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ماله ليساعد به الفقراء والمساكين. ومرت الأيام وحصر المشركون النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب المشركين. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقام بمن المسجد بما الصحابة، وآخر بين أهمهم مجرين الأصغر. وصل طلحة وآخر بين أهمهم مجرين الأنصار، وصار طلحة أخا البي أبو الأنصار وبعده الجهاد في سبيل الله وقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الجيش الإسلامي قد أقبل منتصرا من غزوة بدر. طلحة صاحب سيد في حزن كانت شاهد
النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد قال سيد ما خلفك عن عدلك. لقد كنا في مهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندما أذى التقدم طلحة الفارس الجاسوس ورأى في شجاعة مثل لها يدق أنات بدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، طار يقول يقتل حتى أبد الفريق، وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم قدم الطيب بجر في السن، وأبو بكر إن يوم أحدهم يوم البطل طلحة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سر أن ينطار إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى النحب، فأين إلى طلحة بن عبد الله ومن ذا ذلك اليوم لقب الصحابة بأش شاء الحالية. لازم طالح النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات يستهدف ويتعلم منه، وكان معناه في يوم بيع الأرض في فتح مكة، وكان مجاهد الأطيق في كل وقت من مواقع الإسلام، ولقد بشره بالجنة وهو صلى الله عليه وسلم طلحة والزبير وجار في الجنة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعاش طلحة يجاهد النشاب ويدعو ويدين له عند وعند ما أش أو وشك عمر بن الخطاب على أموات أختر ستائنات حب المسلمين، وأحد منهم الأخلاف، فكان طرح أحد هؤلاء الرجال ست وعاش طلحة حياته كلها مجاهد حتى قتل الفايح وباع
عثمان بن عفان، وبدأت في المسلمين. وبدأ مقر الخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثارت فتنة الشام، وانضر طلحة الزبير رضي الله عنه إلى الجيش الذي يطلب به الثراء رضي الله عنه التي وقامت بقتله. لقد كان فتنة قسمة الشرع، قاتله عثمان بقاد عبد الله بسبب اليوم صلى الله عليه وسلم، كما قال عند النبي صلى الله عليه وسلم: وفررت واحدة في المسلمين، وهي صاعدة إلى ربه الجور أفضل الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم. خلصنا القصة العاشرة، سنقرأ القصة العاشرة التاسعة، سنقرأ القصة العاشرة غدا إن شاء الله. السلام عليكم.